للمزيد من خان يونس ينضم إلينا الصحفي غازي العلول. غازي، في هذه الساعة دعنا في صورة أبرز المشاهدات وما تم رصده ميدانيا وعلى صعيد النواحي الإنسانية أيضا، خاصة مع استمرار عمليات الحصار للمشافي في القطاع. نعم، ما نرصده هنا مروج هو استهدافات مستمرة من طائرات الحرب الإسرائيلية باتجاه منازل لمدنيين في جنوب القطاع. في خان يونس هنا منذ ساعتين رصدنا 5 استهدافات، آخرها كان استهدافا لعائلة حمدان في منطقة تسمى جورة العقاد إلى الغرب من مدينة خان يونس، وعلى إثر ذلك وصل عدد من الإصابات إلى مجمع نصر الطبي. في وقت سابق كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد استهدفت بشكل مباشر منزلا آخر، ووصل على إثره 6 من الضحايا من عائلة الشافعي عقب استهداف منزلهم، بالإضافة إلى استهداف أرض زراعية وكذلك منزل يعود لعائلة أبو دقة. التركيز الأكبر بات واضحا على خان يونس منذ ساعات، بعد أن كان قد تركز في ساعات الصباح في منطقة شمال القطاع، بالتحديد منطقة بيت لاهيا، والتي سجلت نحو 40 ضحية منذ الصباح في 6 استهدافات طالت منازل المدنيين أيضا في مناطق متفرقة في شمال القطاع. هذا أيضا يتزامن مع اشتباكات عنيفة كما ورد قبل قليل في منطقة الشيخ رضوان، حيث أن أصوات الانفجارات تهز المكان بشكل عنيف للغاية، ووسط مخاوف من قبل بعض الفلسطينيين الذين بقوا في منازلهم ولم يخرجوا وينزحوا إلى الجنوب كما جرت العادة خلال الأيام الماضية لعائلات فلسطينية كثيرة وصلت إلى ما بعد وادي غزة. وبالتأكيد في أوقات الليل تشتد هذه المعارك وهذه الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وأيضا الجيش الإسرائيلي. يقول أو تقول كتائب القسام أنها استطاعت منذ الصباح تدمير 5 آليات ما بين دبابة وكذلك آلية عسكرية لنقل الجند، وأيضا آليات أخرى في عدة محاور، أبرز هذه المحاور غرب أو الجنوب الغربي لمدينة غزة، بالتحديد منطقة تل الهوى، والتي تشهد اشتباكات عنيفة على إثر تقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية التي باتت بالفعل تحاصر مشفى القدس الذي يحتمي فيه عدد كبير من النازحين، بالإضافة لمرضى وكادر طبي يتواجد، وهو بالفعل حاول في أكثر مرة الخروج والنزوح باتجاه الجنوب، لكن قوبل ذلك باستهدافات عنيفة في محيط المناطق التي خرجوا منها. بالتالي عملية النزوح تحتاج لتنسيق عالي المستوى برفقة الصليب الأحمر وجهات أممية أخرى. أيضا في مجمع الشفاء الطبي هناك حالة من القلق والخوف لأعداد كبيرة من المصابين والنازحين، وأيضا الكادر الطبي الذي ناشد في أكثر من مرة بضرورة إيجاد مخارج آمنة لاستقبال أو لإخراج المصابين من مجمع الشفاء الطبي، سيما وأن المجمع استهدف في أكثر من مرة خلال اليوم وكذلك بيوم أمس 5 مرات في أقسام متنوعة مثل الكثافة أو عفوا العناية المكثفة، وأيضا أمراض القلب وفي قسم الولادة، وهي أقسام بالفعل يتواجد فيها عدد كبير من المرضى وكذلك النازحين الذين يفترشون ممرات المستشفى. كل هذه الظروف تأتي في وقت تفقد الكوادر الطبية أرواح المرضى، وصل العدد إلى 34 في آخر بيانات الوزارة وزارة الصحة، التي قالت إن هؤلاء من أمراض القلب وأيضا أمراض السرطان وأيضا من الأطفال الخدج الذين يحتاجون لوصول التيار الكهربائي والوقود لضمان استمرار عمل المستشفيات، أو على الأقل إخراجهم إلى مناطق آمنة أو إلى مستشفيات ما زالت تعمل على غرار مجمع ناصر الطبي الذي نتواجد فيه. من خان يونس جنوب قطاع غزة، زميل غازي العلول، شكرا جزيلا لك غازي على كل تحديثات المعلومات هذه.